سأحدثكم عن انتكاس الفطرة في المذهب الطوسي القذر وبالوثائق، بالوثائق، والله بالوثائق، بالوثائق التي لن يستطيع طوسي واحد لا في شرق الأرض ولا في غربها أن يردها، بالوثائق. لكن لابد أن تصبروا علي، المطالب كثيرة والوثائق أكثر، الفضائح عظيمة والجرائم لا تعد ولا تحصى. أتحدث عن الطوسيين الأنذال، أتحدث بالتحديد عن مراجع المذهب الطوسي القذر. كل هذا سيأتي بيانه تباعا وبالتفصيل وبالشرح وبالمصادر والوثائق والحقائق والدقائق في حلقاتنا القادمة من هذه المجموعة. هذه صولة القمر، إذا ما تابعتم البرنامج إلى آخر حرف فيه ستعرفون معنى هذا العنوان. إنها صولة معرفية وحق القمر، هذه صولة القمر وحق القمر. عليكم أن تتابعوا البرنامج بكل تفاصيله، وأتمنى عليكم أن تتابعوا البث المباشر والإعادة أيضا. إنني أتحدث مع أبنائي وبناتي الذين يتابعون برامجي، لا شأن لي بالآخرين.